نقولوا شويه صعوبات في الشوط الاول، وهذا باين راجع لتعب اللاعبين. ما تنسى ما يخفالكش كنا اسبوعين وحنا نحضروا في لافاسيل وتو. جو سي كو لي جوار راهم في نيطا دو فاتيك، سي نورمال، مي الحمد لله دي زامي طون با لوغ اكسبيريونس وكل شيء عرفنا كيفاش نكملوا المقابله باريحيه. مو الحمد لله وين ادينا مباراه قويه خاصه في الشوط الثاني، وين كانت شويه صعبه بالنسبه لنا في الشوط الاول. حنا ولينا من هاد لا تريف هادي وين عملنا بزاف فيزيكمون، كان فيه بالك شويه تعب، لكن الشوط الثاني بينا بلي كنا حاضرين بدنيا، وهذا واش عمل الفارق اظن اليوم في هذه المقابله. الاهداف تختلف بين البيار وبين فريقنا، البيار يلعبوا على المراتب الاولى وحنا رانا نلعبوا باش ما نسقطوش. اليوم درنا مجهود ب 12 لاعبين، ما عملناش يعني انتدابات، ان شاء الله منا القدام ان شاء الله الفريق يتحسن شويه باش نضمنوا الباقه ان شاء الله. يخصونا لاعبين، ما عندناش لاعبين يعني باش نديروا انتدابات، يعني دو بري ما قدرناش نديروا. ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله الفريق يتحسن ان شاء الله.